حقيقة هناك فئة كبيرة من الشباب من يود ولوج عالم المال والأعمال. الخطوات الإصلاحية المتعلقة بقانون الاستثمار وضعت اللبنة الأساسية والخطوة الأولى لاعتدال المناخ الاستثمار. احتكينا بشباب مقاول، احتكينا بشباب خريج جامعات وخريج معاهد ومراكز للتكوين المهني، ولجوا عالم المقاولاتية وأصبحوا اليوم رجال أعمال كبار. وهناك حتى بعض المواد الواسعة الاستهلاك اليوم المطروحة في الأسواق الوطنية هي يعني منتوجات لمؤسسات كبرى وكانت من قبل مؤسسات مصغرة.